به فندق باب السلام في مدينة طبرق، وقد احتضن هذا الحفل الذي حضره سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوبيتشا بمناسبة إطلاق برنامج دعم البلديات في ليبيا ومنها بلديات المنطقة الشرقية. الحقيقة زيارة السفير بالنسبة للبلدية هي زيارة بروتوكولية للتوديع، لكن الأهم اللي هو إطلاق مشروع مع منظمة مؤسسة الجي اي زد الألمانية اللي هي المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي. هذه المنظمة حتوقع بروتوكول تعاون مع 8 بلديات في المنطقة الشرقية منها بلدية طبرق. يتضمن البروتوكول اللي هو برنامج اللي هو تخطيط للتنمية المحلية، بناء القدرات، الهيكلة المؤسساتية، ثم بعد ذلك الدعم في مجالات عدة يستمر لمدة 4 سنوات. طبعا حتستفيد البلدية دائما من الخبرات الدولية من أجل رفع مستوى الموارد البشرية داخل البلدية. حضر الحفل أيضا رئيس لجنة وزارة الحكم المحلي في مجلس النواب وعمداء بلديات بنغازي والبيضة وطبرق وشحات وجدابية والبريقة وأوجلة وجخرة. أنا سعيد بعودتي ثانية إلى طبرق وأشكر أعضاء المجلس البلدي على حفاوة الاستقبال في مقر المجلس البلدي. نحن هنا اليوم لنكرر دعمنا لتحقيق التنمية في طبرق عبر منظمة جي آي زد والتي بدأ عملها في طبرق اليوم، وألمانيا تواصل دعمها للمسار السياسي في ليبيا، ونحن سعداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية للبلاد، كما أننا نكرر دعمنا لمخرجات جلسات الحوار الوطني وما صدر عن المنتدى في تونس والتي تقود إلى الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وهو أمر نعمل على دعمه مع شركائنا المحليين في ليبيا. تمويل هذا الدعم مقدم للبلديات الليبية من الاتحاد الأوروبي، أما التنفيذ فلمنظمة جي آي زد الألمانية. وقد تحدث رئيس المنظمة في هذا الحفل عبر تقنية الفيديو موضحا أنها ستوقع قريبا مذكرات تفاهم مع البلديات الشريكة للمرحلة الثانية.